كان امتحان بالنسبه لي انا بالنسبه لي باك لي بالاحرار كان امتحان عادي في المستوى كان يمكن كيبان ليا كيتعطى لي انه كان سهل كان الرياضيات كانت الحراسه في المستوى يعني ما هي مشدده ما هي مرخوفه كانت في المتناول لا بالنسبه لي حنا القسم ديالنا كان كنت كندوز انا بوحدي اصلا بوحدي في القسم كامل واحد تبقى ما جاش نعزل القارش كله كيتبع مرضي كل ما جاش في المستوى سهل المهم دخلنا شتينا الورقه بانت لي داكشي سهل غادي كيصعب صافي تشكيت ناس افق الحمد لله لقيت كلشي مخرج هذا ما كان الحراسه شويه ما سهله ما كاين اوكي كاين اوكي توفي ما نطحش كانت داعيه معاك امك راه غادي يجي حنا شي شمن صراحه حنا جاو معنا المستخير اول واحد ها ومسخوط الوالدين تخيل معايا انا دخلت ما كاين خبز لقيت الشينويه خرجت لقيت راسي في المغرب اوه ما فهمش والو انا خويا دخل شو خرج ما فهمتش ضروري حافظ لي كارت وداك شوبنهاور كذب عليك عرفت شي صار صار غير واش كتجي كتحط هذا ما في الواقع ما كتبقاش حافظ الاستاذ ديال المار الرياضه لا ديال المار انا ولا الاستاذ ديال المار عارف التلاميذ اش كيدور لهم في راسهم فهمتي يعني ما غنوقف نقول انت بلا ما تحاول دير كذا ان شاء الله انا عارف قسمه يعني واحد غير يبغي يعقد انا عارف واش باغي يدير فهمتي دير دوز باك عادي باك حر باك حر باك فهمتي عارف استاذ ديال الرياضه يا صراحه انا تشيشيز تشيشيز الرياضه فهمتيني ولكن مع سنه 2003 دابا طالعين راك عارف بلا ما تقول لي منك يدير ليك منك يدريني الرياضه والرياضه مع تشيشيز واش هذا حاجه ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.